هذا ولدي هو الاول في الخوت وسميته وبعت عليه رزقي وكبرته وقريته وبعت عليه رزقي وصيفته برا وما عقلش عليا وما عقلش على مولي والداه وناضت حناهم كتبت ليهم الدار البيع كتبت لي هو 50% وكتبت لهشام 50% وبنته لوالده سميته بنتها لوالدها كتبت لي خمسة هي ولدها هي ولدها في 50% كتبت لي 50% ودابا ما بقاش كيطلع علينا وكنطلعوا مع الدروج وكيجي من برا وما كيزورناش وما كيتفكرناش وما كيحنش علينا وما كينوبش علينا ودابا انا داعينا داعي مو قال لي ديري معايا سميتو هو واخد الدار السفليه ساكن فيها وحنا ساكنين في الدوزيام لا بغينا نطلعوا بوطاق خصنا نعيطوا هنا انا عندي 65 عام ولا زيد في 55 ياك وموتي نفس العمليه فوتاني بشي عامين ولا بغينا نطلعوا بوطه وما كاين حتى شي واحد ما عندنا حتى شي واحد البنيات كلهم خرجوا تزوجوا بقيت انا وياها واحد دريريه راه خدامه في المدرسه كتجي من الليل لليل لا بغينا نطلعوا بوطه خاصنا نطلبوا دري ولا نعطيوه 10 درهم باش يطلع لنا البوطه الفوق ورحنا عايشين في واحد العيشه اللي ما كتصورش على البال وهذا الدري كفر فينا ما عرفناه من الله ولا من العبد ولا هاد الشي الناس اللي دايرين ليه واللي تابعهم احنا تابعينهم امام الله تعالى ياخذ فيهم الحق ياخذ فيهم الحق امام الله يا سيدي انا اللي سميتو انا اللي صيفطو برا في 2001 كان مجوج بواحد الدريه في خريبكه وناضو شي فاميل شي وحدين من هنا من بوزنيقه بقاو كيخربقوا ليه طلقوا ليه هذيك السيده هذه وجينا طلقناه هنا في خريبكه ومن اللي طلقت خريبكه كاينين شي ناس تما في سميتو في الصبليون قال لي غادي تجيب بنت خونا غادي نعطيوك 5 مليون بقاو على السيد كيقول لهم هما 6 مليون بقى عليهم 5 مليون 6 مليون عادوا كيعمروا لي الطوموبيل وكيصيفطوا لهنا للمغرب كيدوز لدارهم كيحط لهم هذاك الشيء كياكل تما ويشرب بقاو يديروا ليه يديروا ليه عادي يكون لنا هذيك السيده هي ولا انتحر ما مشيتش انا اللي باه لي والده ما مشاتش امو لي والده ما مشاوش خوته مشات حناه بزز باش مشات معاه باش خدات هذاك السيد وهذوك الناس داروا كل شيء من عندهم الوقت اللي داروا هذاك الشيء من عندهم صوب ليها اوراق داها صوب ليها الاوراق اللي ولدت معاه جوج بنات اللي صافي والسيد هو يتبدل عين لما طلعتاني انا قال لي نعطيك رزقك باش بعتي سميتو في 2001 بعت الديباناج وكاين الناس اللي بعت لهم الديباناج ساكنين حدايا هنا بوزنيقه وكاين لامين ديال بوزنيقه ونهار بعت الديباناج كيما تخلص من عند السيد في القهوه حسبت ليه الفلوس ديالي رزقي انا حسبته ليه والسيد باش كان غادي يحرك كان غادي يحرك بثلاثه المليون ونص والوقت اللي ضربت ميريكان في 2001 السيد اللي قال لك سيدي القضيه تزيرت وسميتو تصيفطنا بستات المليون ونص بس صيفطنا وبعت رزقي بعد ذهبي بعد الديباناج ديالي وبقيت الله كريم واليوم نطلب من الله ونطلب من الله ياخذ حقي فيه نطلب من الله تعالى يجيب لي رزقي ونطلب الله محني وانا عندي السكر هالوراق فينا هما هالدواء اللي كنشرب ها هو فينا هو ها هو هالوراق ها هما الدويات شوفوا عباد الله واش هذا اللي غادي يشرب هالدواء هذا واش اللي غادي يشرب هالدواء هذا ويدق البره هالبره فينا هي اللي كيدق البره وكيدق سميتو واش باقي عنده شي صحه باقي نوض يخدم ما عندي لا نتريت لا والو انا ما عندي لا نتريت لا شي حاجه والو ما عندي لا نتريت لا والو وضيعني في رزقي ومحني محني 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 بزاف في صحتي محني ما تريت ناكل ما تريت نشرب ما تريت نعس ما تريت والو ما تريت نعس ما تلا شي حاجه الناس ما تلاش كيجيني شدني الوشواش وشدني السكر وكل خطره كنطيح كل خطره غادي نبيا السويسي كل خطره غادي نبيا السويسي كل خطره غادي نبيا السويسي وانا غالب الله انا ما عندي عندي في داري سميتو كناكل فيه وسميتو هو فينا هو المحنة اللي غادي يحن على والدي فينا هو المحنة اللي غادي يطلع على والدي علاش ما في الدروج نتلقى في الدروج مع تريكتو
ويتصمتوا علينا وما يسلموش عليا، اشنو هو السبب؟ اش درت لك انا؟ انا حيت باك انا ولدتك وكبرتك ولحقتك لهالدرجه هذه، اشنو هو السبب عباد الله؟ اشنو هو السبب راه عباد الله الجيران يجيو لهنا البوزنيقه لادريس مولاد الزرابي يجيو يسولوا عيالات رجال الجمعيات يجيو يسولوا هنا بوزنيقه اش جاري لينا مع داك السيد؟ ما نحنا قول لي راحنا والديك، راحنا والديك امام الله، امام الله نكردينا اما في الدنيا، احنا راحنا ناكرين غادي نكروك في الدنيا وفي الاخره، راحنا ما غاديش نشفعوا فيك غدا امام الله تعالى، ما نشفعوش فيك، ما نشفعوش فيك وما نرحموكش امام الله تعالى، وديتي لخوتك فلوسهم وماتت امك كان عندها بعت البلاد وعطاتك 85 مليون، قلت لي تشري البرطمات لبناتك، وقال لي انا محمل المسؤوليه انا نشري لخواتي هادي ونشري لكل شيء، وضربتيهم شريتي بها دار، شريتي بها دار ب 80 مليون وكتبتيها في سميتك وهربتي لاسبانيول وما تليتيش جيتي وتقليد خواتاتك، راه عليك امام الله تعالى، امام الله راهم كيشهدوا عليك، امام الله راه كيشهدوا عليك، امام الله تعالى راه ما نسمحش لك لا امام الله ولا امام العبد. وانا دابا استاذ رانا سخفت، راه ضرني قلبي، راه انا عندي القلب وعندي كل شيء. ارتينا ميلودا على الواقعه اللي عندك مع هذا الولد. واخ هذا راه ولدي، هو الاول في خوصه، ناضت امي بيعت البلاد وكتبت ليه كانت مربياه ودار داكشي اللي بغا في الكتبة، عدو هو 50% وحنا دارين انا وخوه 25-25. هو اللي حط هادشي؟ ها هو اللي دار هاد القسمة هادي؟ هو اللي قسم هاد القسمة؟ هو اللي دار كلشي هادشي. هي تعسينيت، انا ما حاضره الفلوس، ما حاضره الدار باش شريت، ما حاضره البلاد باش شبعت، هو اللي كان كيبيع وكيشري وكيدير كلشي، هو اللي فيدو كلشي. انا معيطوا لي عامل اللي بغاو يسقال لهم العدول، جيبوا هاد سيني، مشيت سينيت، صافي هادشي اللي كاين. ملي مرضت امي امتي هزيناها للطبيب، معقل على امي ما تا حاجه، الطوموبيل كنهزها فيها كيقول لي خلصي المازوت، الطريق كيقول لي خلصي الطريق. قطع على ميمتي الكوش والماء 4 شهور، سباليون كان في سباليون، قطعوا على مي الكوش والماء 4 شهور، قال لي منك لامك، ما بقى لا يطلع لا والو. عقب جاب لي الكوميسري الكبير ديال بوزنيقه ودعاني على الفراش ديال الدار، جا دخل قال لي الكوميسري شنو؟ قال لي هاد البيت ديالي تفراش، هذا ديالي، هذا ديالي، الاخر ديالي، قال لي والحمام؟ قال لي غنقلع الجليج ونديه. قال لي الكوميسير الله يقلعك ربي، قال لي واش هادشي ديالك عندك شي وراق؟ قال لي ما عنديش. قال لي والدردن بلا ما نديك الحبس. قال لي شوفي الا بغى يسكن طلعي الفراش خليه يدس. جاب وجا دوز يومين جاب جات المرا تجفف، قال لي غتجي تجفف. عيطت على ولدي الصغير، طلعت الفراش ديال امي انا كنت ضايعه في الكتبه وتمحنت مع ميمتي، طلعت الفراش طلع عندي، قال لي تي طلعتي الفراش جابو باك. مرضني 3 ايام، مشيت للرباط اختصاصيه ديال القلب والشرايين، طلع لي طونسيون، دوزت عندها قالت لي عطاني الوراق ندعي، قلت لها دعيت الله. تانا راه راريت وركبت وسهرت، وتانا ضربت عليهم تماره وتكرفست عليهم، معقل عليا معقل على ميمتي، درزق بناتي خلاتو لي امي قدامي، هزو في الشكاره وداه مشى شرا بيا البرطمة، قال لي ما كنعرفهمش وما تلاش عقلت على واحد. امي كالساعة اللي بدات تموت عيط لي خوه طفى عليه التليفون، كنتلاقاو في الدروج بحال الجيران، ما يسلم عليا ما يقول امي، كيجي يومين ثلاثة قعد لا طلع يقول السلام ويهبط. شاد المكازا 12 عام كيجيب السلعة من برا وكيبيعها فيه، ما عمرنا انا وخوه قلنا ليه اش كدير ولا كاش تفعل ولا سدنا ليه المكازا والو. الحانوت ديالو كاري هو الكبير في الحوانت، كاري ب 64، اليوم ناض كيدعي فيا للمحكمة انا وخوف، لا انا باغي القسمة باغي ديك باغي، حتى دابا يهزني للعزازة وياخذ وليدي كلشي، انا ما داير لي والو ما خذا لي والو. راه ما هادشي كاع كله ما قلتي والو، هو دابا اللي ناض كيدعيك باش يقسم معاك وباش يقسم مع خواتاتو مع خوتو مع خوت هي وخوت، يعني هادشي هذاك المجلى عندكم غير حبي يقول لك هادشي ديرو حبي. هاد الولد اللي غادي يوقفني انا في المحكمه راه ما بقاش ولدي، الا كان من منو
انا راه مسامحه لي لا دنيا لا اخره. كان من مرته ولا من ناس ولا من شي حد حتى لغدا امام الله ونتواجه معاهم. الطوموبيل يجي ما نقيساش، دار كاميرا قبل ما يقول لنا. ما عقل عليا، ما عقل على خوتو، ما عقلت على واحد. عمرو صرف عليك اميتي؟ الطوموبيل لا جا ما مركبش فيها في الشوك. عمرو صرف عليك شي حاجه؟ جابك شي كادو؟ والو، جبت حتى حاجه. جا ما يجيبها، جا ما يعطيها. لا جاب، لا مهمتي حيد عليها الكوش مع ربع شهر، وما بقاش مهمتي راضي بها كاع. عيط لي خوت على مهمتي كتموت، طفعنا التليفون. وقالت قالوا لي الناس جيو جيو، واش قالت لي مرتو ما تجيش تخسر الفلوس. ما ندوق باب وما ندهم عليه، ما نقرب ليه ما حتى حاجه. ها الجيران كاين، ها كلشي كاين. شحال من مره عاونتو في الضريبه ب 10000؟ انا خزنه من والدي ومن خواتاته. باع لي التلفازه ب 30000 قديمه، خدمت شهر وخسرت. باعها لك هو؟ ها باع عليا. باعها لمو؟ باع عليا هو. وخدمة الشهر عطيتو 30000 وخسرت، وعدو 50%، مبغاش يخلص. هادشي نايض على الضريبة، ما نخلصش انا هاد القدر نص سيد، لا خصني نخلص قل. ديك عندو 50%، خلص النص. بغاش يخلص. واخا دابا مهمتي ميلودا الا كيسمعك دابا هاد ولدك، كيسمع دابا وكيتفرج، شنو تقول لي؟ انا مرتب الغدا ديالو وتعصبت ومرتش وما رضيتش نوقف المحكمة. هادشي راه ما غندوش معانا، راه غندو معانا عشبر وكتانا، راه كلشي غادي يبقى لمواليه. أربعة شهر واحد 2023 غيتقابل مع الابن ديالو أمام القضاء، كيفاش كتشوف هاد الوقفة سعد كبير؟ أنا هاد الوقفة ملي جاتني قاصحة ما رضيتش بها مع ولدي. كون جاري مضارب أنا ويا على دراري ولا مضارب أنا ويا على شي حاجة، أنا في حياتي أنا عندي 65 عام ولا 66 عام، ما عمرني ما لحقت المحكمة، تا غادي يلحقني هو ونوقف أنا وياه في المحكمة ويضحكوا علينا عباد الله، ومعاه من هذاك واقف واقف مع بواه. هادشي ما بغيتهاش. أنا ما عمرني ما وقفت في المحكمة، وما عمرت شديت أنا في الحبس حياتي كاملة، وما عمرني ما وقفت قدام البوليس ولا قدام جدارمية ولا قدام شي واحد ومخاصم مع شي واحد ولا مع جيران ولا في الزنقة، ودوز خدمتي ودوز زباناجات ودوز كل شيء، وما عمرني ما تضاربت وما عمرني ما تخاصمت، وغادي في الطريق المستقيمة. وعباد الله كل اللي لقات الله عمرها دار، الله يعمرها دار. وهادشي اللي داير لينا راه شوهنا وشوه راسو وشوه والديه، وحشومة من عند الله، وربي ما وصاش على هادشي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصاش على هادشي، وصى على الوالدين. وصى وقخ أنا ما قاريش، ما تقولش لوالديك تا أف، والديك راهم واحد الدرجة اللي ما كتصورش على البال. لا أنا ما طبعوش لك الوالدين، لا ما عندكش الكاش من الوالدين، راك ما دير حتى شي حاجة. حنا برضات الله ورضات الوالدين وهزين والدينا، تمشوا عند الله تعالى، وسخر لنا الله ومشيت للحج وحجيت هذاك المقام، وجيت في 2015 وجيت وبرك تاني معرت عامين ولا سنين، و2018 ودرت العمره تاني بجهد الله والوالدين، بجهد الله والوالدين. ما عندي لا سميتو، ما بعت بلاد، ما بعت حتى شي حاجه، وعطاني الله مرضات الوالدين، وطابع لي الوالدين الكاشمي، وطبعوا لي الله الوالدين، والوالديه داعين فيني ما نتخصش وما تمحلش وما تمرش. انا بارك، انا بارك مع هاد السيده، وعايش انا وياها بخير وعلى خير وهانين، تا خير ما خصنا. واني هاد السيد هذا راه محنا لا في قلوبنا ولا في تمره، ويوقف اشنو هي اللي غادي نتزاحم في الطوبيس؟ الطوبيس فيه 70 واحد ولا 80 واحد، وانا غادي نتزاحم وغادي واقف شاد في السمطه الفوق وغادي للمحكمه. كيفاش غادي نقول الله تعالى؟ كيفاش غادي هاد القلب هذا كيفاش غادي بإبرة؟ كيفاش هاد القلب هذا كيفاش غادي يداوى؟ كيفاش هاد السكر غادي يطيح عليا؟ كيفاش هاد الطنسيو غادي يطيح؟ كيفاش هاد الوراق اللي كنمشي للقلب وراه في راسه ودرت عملية القلب ودرت كل شيء، كيفاش غادي نحس دابا بالدار ديالي؟ وكيفاش غادي نحس بالنفس ديالي؟ كيفاش درت؟ شنو هو؟ شنو هو يا ربي؟ يا ربي يا ربي انا متيب ليك، يا ربي رانا مزوق فيك، انا دعيت لك يا ربي، راه محلنا ومرتنا يا ربي. لا اله الا الله محمد رسول الله. قالك يا ربي انا دعيت لك يا ربي. دعا الله سبحانه وتعالى قاضي القضاة، قاضي السماء والارض، قاضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، والامر لله من قبل ومن بعد.